سيداتي سادتي أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم من جديد في قناتكم أفائل مع طريق في العروض العقارية الرائعة. إلى قلت رائعة رائعة الحق وأنتم غادي تكتشفوا معايا. اليوم أجيب لكم شقة بمواصفات ديال الشقق ديال السكن الفاخر في موقع جد ممتاز بثمن ديال نقدر نقولوا ابتداء من 390 ألف درهم، 39 مليون ابتداء، بما يعني ان الطبق الرابع دايرين له 39 مليون والطبق الاول دايرين له 42 مليون. شقه بثلاثه ديال الغرف، فينيسيون اللي واعره، هانتوما غادي تشوفوها. كاين الباركينغ وكاين كذلك المصعد وكاين الدار ديال العساس، وحي اللي راقي وحي كامل جديد، شوارع كبار، جريدات، مدارس، حداك الفيلات، داكشي واعر. اعزائي المشاهدين، قبل ما غادي ندوزو نوصف لكم العقار ديال اليوم، كنبغي نقول لكم طريق ترحب بكم اينما كنتم داخل وخارج المغرب من جميع انحاء العالم، اينما كنتم كنقول لكم مرحبا مرحبا بكم. لان الشقه اللي كانت واجد فيها شقه اللي نقدر نقول مساحه اجماليه ديالها تقريبا واحد 86 او 90 متر مربع على ما يبدو. الباب ديالها ديال لونطري هو هذا الباب ديال الدخله، باب بلاندي عندو جوج الواجهات، هاد الوجه هذا هو الوجه البراني بحال شوفوا كيفاش داير غير الديكور ديال الباب. نزيدكم عندي صالون اللي هو فاخر وكبير، شو لا صالون قداش، وهاد الصالون جاي كيطل على شارع ديال العشرين، شارع اللي هو كبير. وهنا كنتواجد بكم بمدينه مكناس، وكنرحب بكم مره اخرى يا سكان مدينه مكناس، وكذلك الناس اللي كيشاهدوني من خارج مدينه مكناس كنرحب بكم جميعا من القلب، وكذلك الناس اللي كيشاهدونا خارج ارض الوطن. شوفوا معايا المطبخ كيفاش جا، المطبخ اللي هو رائع. كما قلت هذه العماره هذه اللي كنتواجد فيها اليوم فيها اربعه ديال الطوابق، كل طبق فيه اربعه ديال الشقق مختلفين. كاينه شقه بجوج ديال الواجهات، وكاينه هذه فيها واجهه واحده، بقى في الطبق الاول وبقى في الطبق الثاني وكذلك الطبق الرابع، فقط هادو هما اللي بقاو. بقاو منها تقريبا ثلاثه ديال الشقق. ان شفتوا معايا المطبخ اللي كان فيه البالكون ديالو، شوفوا معايا البيبان كيفاش دايرين، شوفوا البيبان كيفاش محطوطين ديال هاد العقار، هذا بيبان زوينين. بالنسبه للارضيه فيها الارضيه بحال لفيه باركي، اللي كنقولوا راه عندك الباركي في الارض. لي فو بلافون كلهم فيهم لي سبوت وفيهم ديكورات مختلفين ديال القبس، شراجم جايين متناسقين مع اللون ديال البيبان واللون ديال الصباغه. هذه ما كانت هي الا الغرفه الاولى. عندنا الدوش والطواليت ها هما هنايا بوحديتهم، طواليت لافابو والدوش كما قلت بالثمن ديال 39 مليون. بالنسبة للطبق الرابع وبالنسبة للطبق الأول دايرين له 42 مليون مع قابلية للنقاش. أما بالنسبة للغرفة ديال الوالدين اللي هي هذه، الغرفة ديال الوالدين كما كتشوفوا الأرضية فيها الفو باركي، البيبان كلهم بيبان أمبورتي، كيجيو كيركبوا على قد الحيط على قد الكادر اللي محطوط. كاين عندنا أول حاجة في بيت النعاس، عندنا فيها دوش وطواليت، لافابو ديالهم ممكن تزيد لي طواليت ما كايناش ولكن دايرين لها البليصه ديالها ها هي. نزيدو ندخلو هاد البيت، هذا بيت شوفو الراس ديالنا موسيقي كبير، فيه صباغه ديال البلاتيني يعني فو بلافون بالقبس ولي سبوت. نزيدكم هنا كاينين لي بلاكار ولي بلاكار اللي هما جاهزين بحال المطبخ، تا هو مطبخ جاهز. كما قلنا بالنسبه للثمن هو 390 ألف درهم ابتداء، 390 ألف درهم. الموقع كنتواجد بمدينة مكناس على مقربة من حي المنصور، واحد من أكبر أحياء بمدينة مكناس اللي بغيتيها كاينة، المدارس للوليدات كاينين، المساجد كاينين، كذلك الأبناك، السويقة والترونسبور. وجينا هنا في واحد الحي اللي كله جديد، شوارع كبار، كاينين مساحات خضراء، حداك فيلات، منطقة اللي هي راقية وراقية جدا وكتشهد واحد النمو ديموغرافي كبير. اما بالنسبه للغرفه الثالثه اللي كتنتظروا معايا، ماشي غرفه صغيره، غرفه حتى هي كذلك كبيره. هانتوما شوفوا معايا كيف الارضيه ديالها كامله فيها الفو باركي، مازال مسح بعض الرتوشات في هاد الشقه، ولكن اللي بغى يبادر كما قلت بقاو فقط ثلاثه ديال الشقق من هذا النوع. اعزائي المشاهدين، كان معكم طارق من قناتكم افضل، كنتمنى يعجبكم هذا العرض كما عجبني.
ما تنساونيش بالضغط على الزر ديال الاعجاب وكذلك الاشتراك في قناتكم افيل باش يوصلوكم كما كنقولوا لي نوتيفيكاسيون ولا مثلا اي حاجه تحطها جديده غادي تبان لكم وتبان لكم انتم الاولين. نقول لكم مع السلامه والى اللقاء في عرض مقبل ان شاء الله عما قريب.